بسم الله الرحمن الرحيم اخواني المشاهدين، اهلا وسهلا بكم. احنا متواجدين دابا في الضيعه النموذجيه ديال التفاح اللي زرناها في ضواحي بوميه طريق كروشن، وجينا اليوم اللي هو يوم الاربعاء 27 يوليو 2022. غادي نعطيو الكلمه السي سعيد اينوس اللي هو متخصص في التقليم ديال الاشجار المثمره، ملي جينا لهاد الضيعه هادي باش يشوف عطيكم بعض الملاحظات ديالو. السي سعيد السلام عليكم. السلام عليكم السي سعيد، شرح للمواطنين وشرح للفلاحه كيفاش لقيتي هاد الضيعه وكيفاش خصها والخط والاخطاء اللي فيها. حنا بعدا دورنا اليوم كنتواجدوا في النواحي ديال بوميه، جينا نشوفوا واحد الضيعه هنا ديال واحد الصديق ديالنا. حنا دابا غادي ندير واحد الفيديو، غنصيفط واحد الفيديو ليه تمول الضيعه سيم بارك، لان قال لك ديروا الفيديو صيفطوا ليا. دابا سيم بارك حنا دابا غادي نديرو واحد الفيديو هنا وغادي نوريوك كيفاش الشونطيو ديال هاد الخدمه. اولا هاد الشجره هادي، اولا هي من ناحيه ديال الخدمه، انا نقولوا باش ما سميتو النقا وكذا زوينه، ولكن من ناحيه التقنيه ديال الخدمه لا، ماشي لاركاج. هذا ماشي لاركاج، لان دابا تا لاركاج السيم واحد دابا القديم طلع، ها هو دابا لاركاج الاول ما بقاش اسميه هو لاركاج، يعني لاركاج طلع. يعني فاش كنهضروا على لاركاج فاش كنقولوا لاركاج، يعني فاش كيكون لاكس، يعني فاش كنقولوا لا فورماسيون ديال لاكس، فاش كنقولوا لاكس ولي زيطاج اللي خارجين من لاكس، الا جمعنا هذوك لي زيطاج ديال لاكس كيعطيونا الدياميتر ديال لاكس. ديما هذوك لي زيطاج اللي كنجمعوهم الا جمعناهم كيعطيونا الدياميتر ديال لاكس. يعني ما يمكنش نخليو واحد لي زيطاج كيساوي مثلا لاكس، لا. يعني دابا تا لاركاج القديم لا قبلتي بوحا فاش غتوصل توصل فيه جوج وسميتو قطعو. يعني دابا لاركاج القديم ما بقاش لاركاج، يعني ها هو هذا دابا اركاج قديم، هو مشى طلع، هذا عاوتاني قديم. واني فاش كتقطع الكرده وكيطلع، يعني ما بقاش دابا هادو، دابا تقريبا خاصهم يتحيدوا، لان راه كونتر ديال لاكس، هذا كاع غليظ من لاكس، يعني ما خصناش العود يكون غليظ من لاكس، فهمتي؟ بحال دابا الطريقة هادي غادي ندير واحد العملية ولا ضد ديال لاكس هادو دابا. علاش؟ لأنه دا السي حدو دابا هادو كانوا معاركين في الأول، هادو كي داروا لاركاج ما صوبوش هذاك لاركاج على حدو طريقو، الخيط قطع، قطع الخيط ولا طلع ما بقاش لاركاج، ما هذاك لاركاج ما خدامش. فاش كيطلع فاش كيطلق لنا العود كيطلع، اش كيولي؟ كيولي عندنا كيولي عندنا ذاك العود كونتر ديال لاكس. فهمت. حنا العمليه ديال لاكس خاص يكون هذا اللاكس هذا، فاش كنجمعوا دوك لي زيطاج عادي يسولوا لنا هذا اللاكس هذا. سي سعيد كنشكرك بزاف، قول لي هذا الشجر هذا